أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نوافذ برية. في هذه الحلقة نفتح نافذة جديدة نطل من خلالها على طائر منتشر في فلسطين وفي بلاد الشام. طائرنا لهذا اليوم هو طائر نقار الخشب أو نقار الخشب السوري. ابقوا معي. نقار الخشب السوري طائر رشيق دائم الحركة والطيران، اتخذ اسمه من دوام النقر على الخشب. علما أن اسم نقار الخشب هو الاسم الشائع واسمه الرسمي العربي المعتمد في كتاب طيور الشرق الأوسط قراع سوري. يبلغ طوله ما بين 21 إلى 24 سنتيمتر ويتراوح وزنه ما بين 66 إلى 79 غرام. يغطي جسم الطائر ريش ملون بثلاثة ألوان، الأبيض والأسود وقليل من اللون الأحمر، حيث يغطي اللونين الأبيض والأسود معظم أجزاء الجسم، الرأس والأجنحة والذيل، ثم يأتي اللون الأحمر ليميز الطائر عن غيره من الطيور المحلية والذي يتركز على قواعد الأجنحة الخلفية. يتميز الذكر عن الأنثى بوجود قنة حمراء، والقنة هي الجزء الخلفي من الرأس فيما يتطابق من ناحية الوزن والشكل. يتركز تواجد نقار الخشب السوري في قارتي أوروبا وآسيا، أما في المشرق العربي فيتواجد في النصف الشمالي من فلسطين وأجزاء متفرقة من بلاد الشام والعراق، كما يتواجد في إيران وتركيا. ونقار الخشب ليس من الطيور المهاجرة، حيث يتواجد مقيما على مدار السنة في جميع مناطق انتشاره. وينتشر نقار الخشب في مناطق الغابات وفي الحدائق المنزلية والمتنزهات العامة وفي بساتين اللوز والزيتون والخروب، كما يتواجد في المناطق الزراعية ومحيط المناطق المبنية في الريف. ويتغذى نقار الخشب السوري بشكل أساسي على الحشرات والديدان المتواجدة في لحاء الشجر وفي الأزهار والنباتات، كما يتغذى على البذور الدهنية كالجوز واللوز. إن أهم ما يميز طائر نقار الخشب سلوكه في البحث عن الغذاء وما يمتلك من ميزات في بنيته الجسمية والتي تسمح له بالتنقل من أسفل جذوع الأشجار إلى أعلاها، حيث يساعده على ذلك تصميم قدميه التي تتكون من اثنين من الأصابع ممدودة للأمام واثنين من الأصابع ممدودة للخلف، مما يمكنه من الثبات أثناء الحركة والتنقل بين الأغصان ويمنعه من الانزلاق عند الحركة بالاتجاه العمودي. كما يمتاز نقار الخشب بحاسة سمع قوية تمكنه من استشعار وجود الديدان داخل لحاء الشجر، حيث ينقر لحاء الأشجار ليخرج ما فيها من حشرات وديدان ويرقات،
ويسمح له منقاره الطويل والقوي باختراق الطبقات المحيطة بجذوع الأشجار والأغصان ليستخرج ما تحتويه من غذاء، ويساعده في سحبها بعد اكتشافها لسانه الطويل المهيأ لهذه العملية المعقدة. ومن ناحية أخرى، فإن عضلات رقبة الطائر القوية والمصممة لامتصاص الصدمات عن الجمجمة تمكنه من النقر القوي والمتواصل على الخشب، ويدق نقار الخشب بمنقاره بسرعة تصل إلى 7 أمتار في الثانية، وهو ما يعادل سرعة 25 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة كفيلة بإحداث ارتجاج في مخ الطائر. ولكن ما يحميه من هذا الخطر هو حزام يحيط برأسه، عبارة عن امتداد للسانه يبدأ من رأس اللسان وينتهي بالجزء العلوي للمنقار. يتكاثر نقار الخشب في فصل الربيع، ويأتي عشه على شكل حفرة في جذع شجرة خاصة أشجار اللوز المرتفعة والكينة والصنوبر والجوز، ويمضي ما يقرب من شهر كامل في حفر العش الذي يأتي على شكل نفق عمودي يقترب عمقه من 40 سنتيمتر، ويضع في كل موسم ما بين 2 إلى 5 بيضات. ويعمل نقار الخشب على مدار الساعة في جمع الغذاء لتغذية صغاره، ويتواجد بشكل دائم في محيط العش للدفاع عنه في حال الخطر، خاصة من الأفاعي والطيور الجارحة التي قد تلتقط الصغار في مراحل الشروع بمغادرة العش. لا يشكل نقار الخشب هدفاً مباشراً لاعتداءات البشر، فهو ليس من الطيور المستهدفة بالصيد، وكونه لا يعيش في الأسر يحميه من استهدافه لأغراض التجارة، وليس من السهل تخريب أعشاشه من قبل البشر، وذلك لتواجدها في أماكن مرتفعة، كما أنه ليس من الطيور التي تؤكل، حيث يشكل كل ذلك حماية له من القتل على أيدي البشر. ولكن ذلك لا يمنع تأثير النشاطات البشرية على الطائر بشكل غير مباشر، حيث أن استعمال المبيدات الزراعية للتخلص من الديدان والحشرات المتواجدة على الأشجار تحرم الطائر من مصدر غذائه الرئيس. ولا بد هنا من الإشارة إلى الدور الأساسي الذي يلعبه نقار الخشب في التوازن البيئي، حيث أن ما يقوم به من التهام للحشرات يأتي بشكل منسجم مع النظام البيئي، حيث لا يقوم الطائر بإبادة كاملة للحشرات على عكس ما تقوم به المبيدات التي تأخذ اسمها من الإبادة، كما أن قدرته على اختراق جذوع الأشجار تمكنه من تخليص المزارعين وأصحاب البساتين من الآفات الضارة في مراحل مبكرة قبل أن تنخر الجذوع والأغصان، وهو ما تعجز عنه أنواع المبيدات المختلفة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من نوافذ برية، والتي خصصناها للتعريف بطائر نقار الخشب السوري. أتمنى أن تكونوا قد وجدتم ما هو مفيد وممتع، وقبل الختام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد.
شكرا جزيلا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ونافذة جديدة. مع تحياتي عماد دواس.